الاستاذ مازن والجميع في مقعد القهوه الثقافي ابناء جده الكرام. احنا سنطلق من مقعدكم هذا الثقافي احد المنتجات الرائعه في مدينه الطائف. عندنا منتجات الطائف اللي من ضمنها البرشوم، واغلب الناس يعني تعذر عليهم انه يقطعوه لانه في شوك ومدري متعب وشيل وحط. فالان ابناء الطائف في الشفق، مدينه الطائف في الشفق، حينزل بعد 10 ايام منتج برشومي بلا شك. واي شخص يخش على جوجل يقول ايش فايده البرشوم وايش طعامه وايش حلاوته وايش ميزته، بعدين لاحظ المنتج هذا يعني عثري على مياه الامطار، بس الصعوبه في جنيه عشان الشوك. فهم جابوا طريقه ميكنه معينه يزيلوا الشوك. طبعا هذا تحطه يعني يوم تقطب البرشومي، يوم يجنب البرشومي ان قطعته في الثلاجه ما يقعد اليوم لانه بعدها يبدا يبلع. لكن هذا تحطه في الثلاجه، كلها حتيجي عبوات كرتون، في 6 عبوات من هذا، كل واحدة فيها تقريبا 10 حبات، أقل أكثر حسب حجم الحبة بهذا الوزن، وستة حبات تنباع وتوزع في مدينة جدة وباقي المدن بهذا الطريق. فأبناء الطائف حينطلق، طبعا حينتجوا قبلوا الشفا يبدأ النوفجر، لأنه إحنا عندنا 3 مناطق لإنتاج البرشومي مشهورة يعني، كثير في مثلا مشهورة اللي هي منطقة سومالة، منطقة دافية نازلة شوية. ينزل المنتوج للسوق بدري، ينضج مبكرا، ثم ياتي وهي شغاله على منطقه الزماله يبدا الشفا على المكعبر والشغلات هذه، وبعدين في مرحله متاخره شويه يبدا انتاج برشومي تينا الشوقي اللي الحدب ميسان بالحارث، وعاد تكسر وبدا يكسر المنتج، ودائما هو البواكير اي منتج تجي غالي، عندهم الناس تشتغل بيع برشومي يجي غالي، بعدين يبدا مع العرض الكبير تبدا تنزل. تفضل شوف كيف مسكها، تفضل مسحها كذا بخدها، مسحها بخدها، شوف امسح بخدها كل شيء. تفضل يا استاذ، تفضل الله عليك. تفضل شوف بس والله زين، انتم تنزعوا الشوك؟ لا منزوع الشوك، هذا هو المفتاح، تروح مفتوح. طبعا صار بالثلاجة عشان كذا بارد، شايف؟ حتى بارد مثلج شوي، انا بحافظ عليه لكم يوم عندي، شايف؟ هذا مقشر زي البرتقال، شايف ولا شيء، يعني حتى لو طفله، حتى البيت تحطه على الباكة مع الصحراء، حتى الاطفال يقدروا يقطعوه، كانه يقطع برتقال. كيف تطلع الشوك؟ لا خلاص هذه شغلتنا، اسال على اشياء مضايقة، على طول بتخش جايبين واحد يكتب حسه. اي صح. معلش هو جالس ياكل وحده، يعني يعرض ويعرض، يقول لك تعال مكاني احسن، تعال مكاني انا. ما في ذوقه ولا شيء، لازم في شوكه؟ لا كلها كلها بارده 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 بس حطه فمك ويدوق، بس عشان ابارد عشان ابارد. وعشنا مرشوب خلاص عملت زي. يا ابو عصام هلا القشر له فايده، اخر مره خليك يصور حبيبي يعني. لا بس على فكره ترى شويه بارد القشر له فايده، كل شيء تبغاه ايوه كل شيء تبغاه، ما يبغى احد يسال كريمات وكل يبغى له شيء، اقسم بالله هات شوكه. ايوه السكر يقول طيب ما راضي ينطق يا اهل الزراعه بارد بارد مين سيف روح 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 حلو برشوم حلو كفايه انه من الطائف شهادة. ومن اهل الطائف الله. كفايه هذا الله. السلام عليكم ورحمه الله. من الطائف المانوس بستان مكه، كثير من الناس يرغب يكون البرشومي بدون شوك. بدون ايه؟ بدون شوك. بدون شوك. بدون شوك. هذا اللي حيكون منتجي في خيرات الطائف تسويقا لمدينة جدة والمدن الأخرى إن شاء الله. وعلى أهل الشفا مليون سلام.